بقى شاهد سوسن هاني؟ عايزه في ايه؟ كنت عايزه في موضوع شخصي كده. مفيش حد هنا. مفيش حد ازاي؟ انا سالت تحت قالوا لي ان هي موجوده فوق. انا قلت لك مفيش حد هنا. ايوه يعني دي تبقى شقتها ولا مش شقتها؟ شقتها مش شغلك فتره. الله. انا بقول لسعادتك انا كنت عايزها في موضوع شخصي مهم جدا. هي مقابلتها كده بسهل؟ امشي بدل ما اضربك بالنار. تضربني بالنار؟ ليه؟ احنا فين احنا؟ الاسانسير لا، انزل على رجليه. انزل على رجلي والاسانسير موجود برضو. كل ما افتكر الموقف ده افطس على روحي من الضحك. دي يمكن رابع مره بحكي لك عنه. نبيلة كانت هتكشف الموضوع بس انا اتصرفت بغباء بصراحه. اكيد ايد سعادتك كانت تقيله على وش مدبولي. انا لقيت الولد وشه احمر وزنهر ولسانه هيطلع بره عشان ينطق. بس الحمد لله ربنا ستر يا ناجي. طيب اقوم انا بقى علشان الحق اوضب نفسي للسفر. تسافر وتجينا بالسلامه يا فندم. ربنا يظبط خطرك ان شاء الله. هترجع سالم جالك هتنور هناك وتضل هنا يا باشا. السلام عليكم. على فين يا حلوة قفشت؟ بعد إذنكم. سربرايز، مفاجأة. إيه رأيك في المفاجأة دي بقى يا هنوش؟ بيتقل عليا. قلت يا بت وماله، خليه يتقل ويتمرع، ما أنا برضه الصدر الحناي. ما تيجي تقعد جنبي، ما وحشتكش. ايه ما تقول حاجة؟ اقول ايه بقى ما انت قلت؟ طب اسأل. ازيك؟ طب يا سيدي ما تعبرنا. انا كمان. ازيك انت كمان؟ ازيك انت اخوي؟ العصفورة قالت لي هنونتي خلاص وضب الشنطة. العصفورة بتاعتكو شاطرة قوي يعني، ما بتكدبش. هي تقدر؟ وامتى العزم والنية؟ الفجرية. هتدن في مالطا؟ لو انت صادقة هدن في الغردقة. يعني لا في مالطا ولا مؤتمرات ولا بيك بوس؟ لا لا لا، في طبعا في مالطا وبيك بوس، بس انا قلت اتغردق لي يومين اوضب مخي واوراقي علشان لما اروح لهم ابقى جاهز بالشغل الجديد. يا اخي ما تاخدنا معاك، يا اخي خدنا معاك، نقدر لك الملفات، نجهز لك الورق، ان شاء الله حتى نشيل لك الشنط. اسف، عاوز ابقى لوحدي مع نفسي. طب يعني نفسك دي ملهاش حق عليك؟ ملهاش مزاج يعني؟ بقول لك ايه، سيبني بقى اجيب لك حاجه على ذوقي كده، حاجه تنشطك وتبسطك وتظبطك علشان تعرف تذاكر كويس. كتر خيرك، مش محتاج لتظبيطاتك يا سي حسن. سيبه براحته بقى يا دكتور. الله ما تضايقش حبيبي. ايوه براو عليكي، سيبوني براحتي وبينا تليفون لما ارجع من الغردقه يمكن اخدكم معايا. يا ريت يا روح روح يا نن عنيا. هي دي الجدعانه، انا بقول كده من يوميها وكلامي مش عاجب سي حسن. هو عجب يا ستي وعجب قوي كمان. احنا هنسيبك لضميرك يا هنوش، وانا عارف ان ضميرك حي، بس ابقى كلمنا في تليفون. ده حلو قوي يا هنوش. ها هنسيبك بقى علشان تروح تودع الدكتور. طبعا هو هيهون عليه يسافر من غير ما يودعها؟ كفايه عليها الحزن اللي هي فيه. الست ولدها ابوها غطس ما قبش تاني، ربنا يكون في عونها. يلا يا اخويا حبيبي بص على قد ما تقدر. نظرة اشوف وشك بخير. باي باي يا هنوتي. مع الف سلامة. لا خليك انت بيطلع في سكتنا كويس، عيني غالي خايف اللي انت فيه. يلا حضرتك. ناجي أأمرني يا باشا. وراهم، اتأكد انهم انكشحوا خالص. بسلامته رايح يستجم، اقطع دراعي ان كان مسافر بكره مالطا. ما يسافر يا ستي، فيها ايه يعني؟ واحنا مالنا؟ هنفضل قاعدين لحد ما يرجع، ويا خبر النهارده بفلوس بكره بقى ببلاش.
على رأيك وانت هتستجم فين؟ في بيتي طبعا. امال هيكون فين؟ وانت برضو في بيتي. امال هيكون فين؟ طيب اوصلك واروح. البوليس ايه بقى عمال يجري ورا الراجل؟ انت هتحكي لي قصه حياتك؟ نجرني ده حد مش شغالين يجيب لي الشنط من فوق بسرعه ولا اتخمدوا رخرين الشنط؟ هو انت مسافره؟ انت مالك انت؟ اعملي اللي بقولك عليه. يا سليمان انت يا سليمان في الزوم يا اخويا هات شنط الست من فوق. البس بقى واجي معاكي. تيجي معايا فين؟ انت عارفه انا رايحه فين؟ لا بس اجي معاكي وخلاص. انت هتترزعي هنا ما تتحركيش لسبب مهم. ما تخليش حد من الشغالين يرد على التليفون غيرك، واي حد يسال عليا انا مش هنا. طب والاستاذ هاني ده بالذات تقولي له نايمه. طب والدكتور حسن الاستراتيجي ده قولي له ان انا في الحمام. طب ولو حد بقى منهم طب زي عوايده ساعتها تقولي ان انا سافرت فجاه في طياره خاصه على دبي عشان عندي فرح وهرجع بعد يومين. يومين ولا ثلاثه؟ نفذي يا بنت اللي بقول لك عليه بالظبط. عارفه لو رجعت وعرفت انه في حد عرف حاجه غير كده هقطع خبرك، هاخدك من ايدك واسافر بيكي لندن واحدفك من البلكونه، فاهمه؟ يلا نزل الشنط بسرعه احطهم في الليموزين اللي تحت. يلا ليموزين؟ يبقى انت رايحه المطار، انت مسافره بره. اتكتمي يا بنت جاتك الخرس، احنا لسه كنا بنقول ايه؟ اصلك هتوحشيني قوي يا ابله. وحش لما ينهشك، بطلي السهوكه دي يا بنت ونفذي كل اللي قلته لك بالظبط. بس هامنك امانه يا ابله، هو منطلون جينز وموبايل. تروحي بترجعي بألف سلامة يا رب. الله أعلم. الله، ما طول عمرك بتسافري، المرة دي متوترة وقلقانة كده ليه؟ 20 مستر كول. ادعي لي ارجع بالسلام. ان شاء الله. ابقى طمنا. انا بقى على التليفون طبعا. بابا هاني. ها؟ بابا هاني. مش كان واجب عليك تاخدنا معاك في السفريه دي؟ دي اوروبا يا عم. حبيبتي دي رحله علاج. انا مش رايح اتفسح. ادعي لي يا بنتي. بس ما تنسيش تجيب لي هديتي من هناك. انسى؟ هو انا معقول انسى اي حاجه تطلبها حبيبتي بنتي امورتي؟ شوف وشك بخير يا نبيلة. مع السلامة. كان نفسي توصليني المطار. ما بحبش لحظات الوداع. بس أنا بإذن الله راجع. لا ما أقصدش ترجع بالسلامة. الله يسلمك.
باي حبيبتي. أول سنة يا بابا. تعالي. على المطار اللي قلته لك يتنفذ بالحرف الواحد يا سيدي. استخدم الطريقة اللي تعجبك، اما شوف هتفلح في حل المشكلة دي ولا لا. سلام. ايوه دكتورة نبيلة، انا ايوه انا فؤاد ايوب. اه سهران في الجرنان. معلش انا اسف ان انا بكلمك في وقت زي ده، بس بصراحة الموضوع مهم جدا. شفتي جورنان عارف حميدة كاتب ايه عن الدكتور هاني وعن الرقاصة سوسن؟ اه حاضر، هجيب النسخة واجيلك حالا. اه طبعا هسيب النسخة مع الحارس. مع السلامة. شفت يا استاذ، انا مش عارف اخرة الجرايد دي ايه. الزملاءنا في المهنة هم اللي بيكتبوها، محدش يقدر يمنعها. مش بيقولوا في حرية صحافة؟ يبقى الناس هي اللي تقاطعها لغاية ما ينسلخ احوالها. يا واد يفتح حرية الصحافة انت. انا لما بروح مكتبة ولا بزور دار الكتب ببص على المجلات القديمة، بلقى صحافة محترمة وصحفيين محترمين. أيوة بس كان برضو في يعني صحافة. ما قلناش لا، في جدي وجدي، بس الآن انقلبت والمحترمين بقوا هم اللي قليلين. Мальта, прилетаем в Москву вечером. Но у нас будет транзит в Милане. Ихлеб عقلك. ايه اللي انت منزلاه في الجرايد ده؟ هاني قاعد شايط. انت كده هتولعي ما بينه وما بين نبيلة. هو لسه شاف حاجة؟ الا قولي انت ايه اللي قومها في دماغك وخلاك تسافر؟ نفس قومه في دماغك يا اختي. انا زهقت من هاني وزول ليا كل شوية. قلت اسافر اتعرف على الناس اللي مشغليننا بنفسي. ويبقى الشغل مني ليهم من غير واسطة. وطبعا انت زي ما تعرفيش اي حاجه عنهم، لا هم مين ولا حتى تعرفي اسم اي حد فيهم، فقلت تمشي ورا هاني لحد ما وصلك ليهم. يا سلام عليكي، تفكير استراتيجي صحيح. خلينا في المهم، ما دام اللعب بقى على المكشوف، عايزين نتفق هنقابل هاني هنا في الطياره ولا لما نوصل مالطا عشان ما نديلوش فرصه يهرب مننا. اذا كنا انكشفنا قدام بعض مش لازم نتكشف قدامه. واكيد انت زي حجزتي بدل الطياره عشان ما نشوفناش. احنا هنفضل نقطره في مالطا لحد ما يوصلنا لبيج بوس او لاي حد من ناحيته. وده بقى شغلي انا، شغل استراتيجي على اصوله. ايه سافر من غير حتى ما يقول لي في التليفون؟ دي بتقول ايه يا لميس؟ لا 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 لا، تقومي كده تفوقي وتاخدي الشاور بتاعك وتضربي طقم الشياكه والعياقه وتغرقي نفسك برفانات فواحه من اللي بتحطيها وانت داخله تقدمي القهوه لهاني بيه. احنا فاهمين كل حاجه لميس. يلا انا مستنيكي في الشركه. عايزني في ايه؟ انا تعبانه عيانه. ايه العيا ممنوع ولا ايه؟ عن اذنك انا هقفل الموبايل. اياكي تقفل التليفون يا لميس. لو قفلت التليفون تبقى قفلتها لعمرك. انت بتهددني؟ اعتبريه زي ما انت عايزه. لو عايزه تعتبريه تهديد اعتبريه. انا لما اطلب طلب اعتبريه امر، وخصوصا في غياب هاني باشا. احنا ورانا شغلانه والتزامات لازم نعملها. التزامات ايه؟ ما تعملها انت. ما انا هعملها. بس مش هعملها لوحدي، هعملها معاك انت يا لميس. دورك فيها اخطر واهم. والشغلانه دي محتاجه الحلوين الامامير اللي زيك. باي باي يا حلوه.
ربنا يقلق منامك يا ناجي يا رب. زي ما انت طايح كده ومحدش قادر يلمك، انا مش عارفه الراجل ده بيلف ويدور على ايه، عايز ايه؟ جابك انت مش لسه قايل لي حصليني على الشركه؟ ايوه ما قدرتش اصبر، انا كنت واقف لك تحت العماره، كلمتك في التليفون، هم سموه محمول ليه وجوال ليه؟ وبعدين ايه المقابله دي؟ مش في صباح الخير، في فطار بلاش يا ست فطار، ايه رايك في مج شاي بحليب؟ في ايه يا ناجي؟ ايوه انا هفضل واقف على الباب كتير كده، احنا زملاء في شركه واحده، وياما اتقفل علينا بيبان انا وانت وما حصلش حاجه، مش واخده بالك؟ اتفضل. انا مش هطول عليكي عشان ما عندناش وقت. خير ان شاء الله، خير علينا كلنا ولمصلحتنا جميعا. شوف يا ستي، انا وانتي ناس كبار في شركه كبيره عند راجل كبير ومسؤولين عن حاجات كتير جدا، والمسؤولية اللي سابها لنا هاني بيه ما كانش بيحاسبنا عليها، بيسيب السايب في السايب، لا بيحاسب ولا بيراقب، ولا وديتي دي فين يا لميس ولا جبتي منين دي يا لميس، أهم حاجة عنده الشغل يمشي وبس، والكل بيستنفع. أنا مش فاهمة أي حاجة وهفوت تلقيح الكلام ده اللي انت عملت نطوره من ساعة ما جيت، وهكبر دماغي. ايه بقى الموضوع يا ناجي؟ طب ايه رأيك لما نديها واحد قهوة كده؟ ناجي بقولك ايه الموضوع بالظبط؟ هقولك ايه الموضوع بالظبط، كلام بقى اللي هقولهولك وفهميني كويس وصدقيني، انت الوحيدة يا لميس اللي تقدري تنقذي الشركة وهاني بيه من الهم اللي هيحصل. وبعدين؟ هاني بيه قبل ما يسافر كان قاعد معايا وبيشكي لي من تراكم الديون والفوائد والارتباكات المالية في الشركة، والموضوع ده حله في ايدين عبد الفتاح بيه سبهللة، فأنا فكرت، أنا اللي فكرت ومن أجل الصالح العام إنك أنتي تروحي لعبد الفتاح بيه سبهللة وتتفاهمي معاه، وخاصة إن الراجل ده بيعشق الجنس اللطيف، بيعشق الجمال والرشاقة والأناقة والبرفانات الفواحة. يعني إيه؟ أنا مش فاهمة. لا يا لميس، الكلام واضح ومفهوم، اعتبريها مأمورية مصلحية، اعتبريها عشاء عمل، وإذا الموضوع طول معاك شوية يبقى إفطار عمل، وكل ده علشان الراجل اللي خيره علينا كلنا. يعني هاني هو اللي عايزني اعمل كده؟ هاني بيه من فضلك، هاني بيه وهو حاضر وهاني بيه وهو غايب. هاني بيه هو اللي عاوزني اعمل كده؟ هو كلفني بحل المشكلة دي. طب تفتكر يعني لو هاني بيه سمع الكلام اللي انت بتقوله ده مش هيعترض؟ يعترض على ايه؟ عبد الفتاح سبهللة موجود في المستشفى ومحتاج لرعاية وحنان. مستشفى ايه؟ في قصره في المنصورية. انت بتستعبط يا ناجي ولا شكلك كده؟ اوكي هريحك واعتبر نفسي ان انا بستعبط، عشان بصراحه شكلك صعبان عليا وانت فاهمه وعامله نفسك غبيه. عبد الفتاح سبهللة عملوا له مستشفى في بيته وقالوا محتاج رعايه مركزه تحت اشراف الدكتوره لميس والمده 12 ساعه. طب ما يجيبوا له ممرضه ولا اتنين متخصصين في الرعايه اللي بالشكل ده
واحدة تديله حقنة أمل في الدراع اليمين والتانية تخبطه وحقنة حنية في الدراع الشمال. تعجبيني وانت فاهمة. بقولك ايه يا ناجي، كفاية مسخرة لحد كده، وتفضل من غير ما ترود، بلاش قرف على الصبح. ايه ده؟ يعني كل الكلام اللي أنا قلتهولك رميتيه على الأرض؟ وبدوس عليه كمان، لأنه كلام ما فيهوش ريحة الرجولة. ماشي يا لميس، أنا هستحملك عشان حاجة واحدة بس، علشان الراجل اللي لحمك دفنة من خيره. يا لميس يا أختي، هاني بيه في موقف صعب جدا، موقف بين حياة أو موت، والناس اللي زي هاني بيه ده بيبقوا حساسين جدا، ما قدروش يتعرضوا لنيابات ومحاكم وسجون وجرايد وفضايح. هاني بيه ممكن يموت فيها، وما ينفعش أبدا تسيبي هاني بيه في الموقف ده. أنا عارف ومتأكد إنك بتحبيه، أنت شايله له جواكي جمايل كتير جدا. ايوه طبعا بحبه ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطر ما يتبهدلش. طب ما انا بشاور لك على السكه اهو، وانت اللي مش شايفاها. ولا الحب كلامه بس؟ اللي بيحب لميس لازم يفدي بروحه. وانا افدي بروحي فعلا مش كلام. انا عارفه ان هاني بيحبني، بس مش قد ما انا بحبه، وانا هفضل مستنيه لحد هو ما يعرف. ده مش هيحصل دلوقتي، هيحصل لما يروق من كل المشاكل اللي هو فيها ويخرج نظيف من كل الطين اللي حواليه. ما هاني بيه لو دخل السجن لا هيطلع نظيف ولا هيطلع منه خالص. سجن؟ ايوه، قضايا البنوك دلوقتي بتوصل ل15 سنة، يعني السجن مشدد مؤبد. ساعديه علشان ياخد حريته، خليك انت المساهم الوحيد عشان ياخد حريته. خديه يا عبيطة، انت اولى بيه من مصلحة السجون. والمقابل ايه؟ زيارة بسيطة لراجل مكسور القلب. اللي هتنكسر رقبته. تنكسر رقبته ورجليه وكل حتة فيه. احنا بس عايزينه يجدول ديون هاني باشا. الفوايد عمالة تتوحش والسوق بيتكتف جوه وبره. هاني باشا عليه 1,300,000,000، يعني كل طلعة شمس فوايدها أكتر من 1,000,000 وزيادة. يعني هاني هو اللي طلب منك ده؟ هو اللي طلب منك إن أنا اللي أعمل كده؟ لا، أنا قلتلك هو كلفني بحل المشكلة دي، وأنا بصفتي خبير في حل المشاكل اللي زي دي لقيت إن دي أفضل وأسرع طريقة. يرجع من السفر يا لميس يلاقي صفحة بيضة والبساط الأحمر مفروش له من المطار لغاية باب بيتك، تفتحي له الباب ياخدك بالحضن وأنا واقف وراك وأعزغرط. يا لموس، أقول عبد الفتاح بيه يحضر العشاء الساعة كام؟ عموما أنا مش همشي، أنا واقف بعربيتي تحت عشان أخدك مشوار معايا لغاية الشركة، أديلك الأوراق اللي هتاخديها معاكي لعبد الفتاح بيه سبهللة، تقدمها له بإيدك الكريمة دي وتبصمي. ربنا ينجيك يا هاني باشا، ربنا ينجيك من اللي انت فيه ويغنمك السلامة في الرايحة وفي الجاية ويرجعك للناس اللي بيحبوك. We'll be right back.
وان سويت. اتنين سويت. اتنين. تو تو. ايوه طبعا انا هعدي على نانسي. يلا باي باي. عايزين نعمل ممبر شيب للعضوه الجديده اللي جبناها. والسي في سي في ايه؟ ده دي مش محتاجه اي توصيات. دي عضوه عامله اساسيه من دلوقتي. اي حد من طرف هاني بيه عثمان احنا لازم ننحني قدامه. ايه ده؟ هو حضرتك تعرفه؟ لا انا اسمع عنه. انت اول ما خدت الطريق عشان توصلي للموقع عندنا هي دي. واحنا عرفنا عنك كل حاجه. هو بابا هاني مشترك هنا؟ لا بابا هاني مش مشترك هنا، بس هو مشترك في حتت كتير. اقدر اقول لك ان مشروعنا ده خاص بالشباب فقط، الناس المختارين، الناس ولاد الناس. احنا مش اكتر من مجموعه بنحب السلام، هدفنا كله نشر الحب والسلام في المنطقه كلها. طب بالمناسبه بقى ما تنشر لنا حاجه كده على ذوقك. المكان كله ملكك فور فري. ايه ده؟ هو كل حاجه هنا فور فري؟ يعني ببلاش. مفيش حاجه ملهاش تمن. بس يعني مش لازم التمن يبقى فلوس. يعني ايه؟ بعدين تفهم. يلا احسن سايبه نانسي لوحدها لحسن حد يخطفها. لسه هتتخطف. انجوي يور تايم. I'm not young.
head out of this shit. I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping out of this shit. I'm stepping out of this shit. So don't you fight it. ابنتي الحبيبة الدكتورة نبيلة، أنا بخير، اطمني إن شاء الله أظهر قريبا. لا تتعبي نفسك وتبحثي عني، قريب جدا، أنا قريب جدا منك، أنتظر الظرف المناسب لأضمك إلى صدري. بابا شكري. إيه دي لعبة جديدة دي من ألعاب هاني ولا إيه؟ بس الخط قريب قوي من خط بابا. هلا البنت فين؟ يا ساعة كام؟ راحت فين البنت دي؟ نانسي خارج الخدمة. مش هنا نانسي، مش هنا. امال انت قلتي انها هنا ليه؟ يو يا ستي انت هتحاسبيني. طب نانسي فين ونورهان فين؟ نانسي قالت لي انها رايحه عند نورهان. هو انت مش مامة نورهان؟ قولي لي انت نانسي فين. افتحي بس يا حاجه، خلينا نتفاهم نشوف البنات راحوا فين. يروحوا مطرح ما يروحوا في داهيه، ما دام الاب والام بيجروا ورا الفلوس ومش موجودين. بس انا موجوده والله يا حاجه مع نورهان. البنت راحت فين بس؟ Thank you.
مستني عندك انت وهي. في ايه يا مامي؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ وازاي تخرجي من غير ما تقوليلي؟ فاكراني نايمه على وداني؟ اصل يا مامي يعني لا اصل ولا فصل. ازاي تخرجي من غير اذني في نصاص الليالي؟ وانت يا ست نانسي يلي مجننه جدتي كنتوا فين؟ عايز اعرف كنتوا فين؟ كنا بنتفسح. تتفسحوا؟ ايوه يا مامي، ما انا معايا عربيه، وبعدين حضرتك كنت بتشتغلي والظاهر نمتي، وانا بصراحه ما كانش جاي لي نوم. عن اذنك بقى تعالي هنا، وانا لما اجيب لك عربيه وابقى نايمه ولا بشتغل يبقى من حقك تسرمحي طول الليل؟ والله يا طنط اصلي. وانتي سايبه جدتك الغلبانه اللي عايشه لوحدها اللي هتموت من الخوف. يا طنط اصل انا قلت يعني على بال ما اروح هتكون نامت، فقلت ابات هنا. وايه الهباب اللي انتوا حاطينه في ضوافركم وشفايفكم ده؟ يا مامي ده دلع بنات خايبه. وبعدين ما تضايقيش نفسك انت يا دكتوره، ما انت كنت بنوته وعارفه. لا مش عارفه. يا مامي انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اعرف كنتوا فين؟ ومين الولد اللي كان معاكم في العربيه ده؟ طب توعديني انك تفهمي الموقف صح وتعديه؟ اوعدك بايه؟ ما تتكلمي، كفايه شده الاعصاب اللي انا فيها طول الليل دي. طب تعالي نخش الاوضه وانا احكي لك على كل حاجه واريحك. كان اربع شبان وكنا احنا الاثنين بس لوحدينا، وبعدين ظهرت لمي اخت هيثم وطلعوا علينا الاربعه ووقفوا عربيتهم بالعرض وقطعوا على عربيتي الطريق، وبعدين هجموا عليا هم الاربعه وخطفوني. خطفوني 3 ساعات يا مامي. وبعدين نانسي طبعا ما رضيتش تسيبني، قعدت تعيط وطلتم وما رضيتش تروح ابدا غير لما تاخدني. خطفوكي 3 ساعات؟ هما مين دول وعملوا ايه؟ عملوا ايه يا بنت؟ لا يا ماما طبعا ما عملوش حاجه، ده مش خطف يعني زي بتاع السينما والحوادث والكلام ده، ده كان خطف تأديب. ايه خطف تأديب؟ يعني ايه خطف تأديب يا طنط؟ هما كانوا بيأدبوا هيثم اخو لامي صاحبه نورهان، عشان كده خطفوا نورهان عشان يبعدوا اي حد بصاحب لامي. والله انا ما انا عارفه ايه اللي بيحصل ده. لامي ايه وأطران ايه؟ انتوا ايه؟ جيل ايه بالظبط؟ ما احنا كنا بنات زيكم وكان لنا اكاذيبنا برضو، بس كانت اكاذيب تافهه صغيره مش اكاذيب فجره. يعني انت يا مامي مش مصدقه ان انا اتخطفت؟ مش مصدقه. ماشي انا الغلطانه، انا الغلطانه عشان انا مرضتش ابلغ البوليس واروح اعمل محضر عشان ما يسالونيش لا اسمك ايه ولا ساكنه فين. ما هو كان حضرتك اسمك هيتجر في الموضوع، وحضرتك عارفه انك مش ناقصه تعمل محضر. على فكره لولا هيثم ما كانش الموضوع خلص خالص. ايوه يا طنط والله هيثم هو اللي خلص المشكله. تعرفي توصليني العيال دول؟ تعرفي حضرتك يا مامي توصليني للسرير؟ اصل انا عايزه انام، وحضرتك كمان لازم تخشي تنامي يا حبيبتي. انا قدامك اهو سليمه، مفيش لا دراع ناقص ولا اصبع ناقص، وبعدين حضرتك مش ناقصه قلق، ما تشيليش هم فوق همك. تعالي يا نانسي اوصلك للبيت عشان جدتك صعبانه عليا قوي. لا يا طنط انا جدتي زمانها نايمه من زمان، حضرتك نامي واستريحي وانا هريح جنب نور شويه، واول ما يطلع النهار هروح لجدتي افطرها واطمنها عليا.